طيب قلنا السنترال دكوما في مولكيولر بيولوجي، السنترال دكوما اللي هي العقيدة المركزية لعلم أحياء الجزيئي، بيحصل إنه الدي إن إيه بيحصل إيه ريبليكيشن تكاثر، ويحصل ترانسكريبشن نسخ يحطينا الار ان ايه، ولو حصل ريفيرس ترانسكريبشن بيحطينا الار ان ايه يحطينا دي ان ايه، الدي ان ايه يحطينا ار ان ايه عن طريق الترانسكريبشن، الار ان ايه يحطينا دي ان ايه عن طريق الريفيرس ترانسكريبشن. الار ان ايه فيه مسنجر ار ان ايه، رايبوسوم ار ان ايه، والترانسفير ار ان ايه، يحصل لها ترانسليشن ترجمة لكي تعطينا البروتين. البروتين دي تتكون انزيمات، تتكون هرمونات، تتكون اي شيء. طيب التكاثر بتاع الدي ان ايه، دي ان ايه ريبليكيشن، ايش الاشياء اللي محتاجين نفهمها من كل الدروس دي او السلايد دي؟ نفهم امبورتنس اوف دي ان ايه ريبليكيشن، ايش اهميه انه يتكاثر الدي ان ايه. نو ذا كاركترستيك اوف دي ان ايه ريبليكيشن، الصفات بتاعه الريبليكيشن، انقسام والتضاعف. Identify and know the roles of different enzymes and proteins act on DNA replication. نتعرف على الإنزيمات كل واحد دوره والبروتينات اللي شغالة في DNA replication. Describe the steps بتاع DNA replication. نحدد خطوات تصنيع DNA replication حقه، وال DNA repair كيف يحصل إصلاح لل DNA. طيب ال DNA replication. All cells undergo a division cycle during their life span. كل الخلايا يحصل لها انقسام في أثناء دورة حياتها. Some cells are continually dividing. في بعض الخلايا على طول بيحصل فيها انقسام دائم، زي الخلايا الجذعية stem cells، خلايا جذعية يعني تتكون منها كرة الدم الحمراء والبيضاء والأشياء دي stem cells، خلايا جذعية. Other divide specific number of time until cell death occurs. بعدها ينقسم لوقت معين لحد ما يحصل موت للخلية. إيش هو replication؟ اللي هو replication هو تصنيع new DNA from originally existing template DNA. يبقى تعريف DNA replication هو synthesis بتاع new DNA، صنع DNA جديد from originally existing، اصلا موجوده template DNA، وتعمل identical copy، makes an identical copy duplicate of the existing one، نعمل بها duplication لل existing one. طيب فكده هنا عرفنا القاعده الاولى importance of DNA replication. طيب characteristic of DNA replication ايش صفاته؟ طيب بيقول لنا الصفات بتاعت DNA replication. قلنا فهمنا ايش يعني دي ان اي ريبليكيشن، فهمنا ايش معنى دي ان اي ريبليكيشن، تصنيع دي ان اي جديد مطابق للدي ان اي الاول، synthesis of new DNA from originally existing DNA and making identical copy. characteristic of DNA replication ايش صفاته؟ اول حاجة فيه إخلاص شديد جدا. نمبر 1 DNA replication must possesses a very high degree of fidelity. fidelity يعني إخلاص، يعني لازم الدين صورة تبقى الأصل. DNA replication must possess very high degree of validity. fidelity. The entire process of DNA replication is complex and involves multiple enzymatic activities. كل العملية بتاعت الريبليكيشن بتاعت الدي ان اي دي عملية معقدة وفيها انزيمات كثيرة، نشاط بتاع انزيمات كثيرة. نمبر 3 من الحاجات المهمة نعرف انه الدي ان اي ريبليكيشن ده بيحصل في اي ستيج، نحن ما عارفين الخلية دي بيحصل انقسام واشياء كثيرة فيها، بيحصل في الاس فيز اوف ذا سيل سايكل. الدي ان اي ريبليكيشن بيحصل في الاس فيز اوف ذا سيل سايكل، في اي فيز؟ في الاس. start at specific site in DNA، ما يبدا من اي مكان، لا يكون عنده مكان معين يبدا فيه الريبليكيشن دي، مكان معين يبدا فيه الريبليكيشن. involve several proteins and enzymes، بيكون فيه عدد من البروتينات والانزيمات. number 6 it is template dependent directed by base pairing، هو يعتمد على التمبليت حقه directed by base pairing، بيكون موجه بحسب البيز القواعد اللي هي اللي بادية بيز بيرينج.
البيز بيرنج دي اللي هو مثلا قلنا السيتسين مع الجوانين لايك ذيس والادينين مع الزيامين. ريكوير برايمر فور انيشيشن، دائما يبدا له يبغى له شيء يبدا به مكان برايمر. ات از سيمي كونزرفاتيف، وتقريبا شيء محافظ. بريسيد الطريق بتاعته اللي بيمشي بيها الريبليكيشن هي في 5 تو 3 دايركشن. احنا قلنا الدي ان اي بيقعد في اتجاه متعاكس كذا، مثلا اعتبره زي يدينا الاثنين، خلي يدينا الاثنين قصاد بعد كذا كورباريل. في الكفة اليد اليمين لو هنا منتهية ب 5 اليسار لازم تكون منتهية ب 3. وهو لما يجي في الريبليكيشن بيبدأ من الفايف يروح للسري دايركشن، ما حيمشي لليد اليسار اللي هي بادية بالسري. الطريق دائما عشان يحصل الريبليكيشن يبدأ من الفايف تو سري. اوكي، يبقى بروسيد ان فايف تو سري دايركشن. اوكيرز ان باي دايركشنال اند سيمولتينسلي ان بوث ستراند. يعني ايش؟ مثلا انا عندي هنا باراليل هم مزدوجين، طيب زي يدين كده خط اليدين مع بعض، او هو شكله هنا مثلا زي كده. مثلا عندي هو ده كان هو شكله كده، ده الاولد ستراند كده زي بعض، كاني جبت مقص وقصيت، هو كان كله زي بعض حته واحده، فجبت مقص وقطعت كده في النص، بقى عندي ستراند من فوق هناك وستراند من الناحيه دي. اوكي، تو ستراند. فهنا دي اللي أسف اللي أعلى هي السري، دي ثلاثة سري، واللي هنا دي 5. وهو دايما بيحب يبدأ 5 to 3. هنا لو بدأ في 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 في, في السفلة بدأ 5 to 3، حتكون 5 قصاد 5 وما ينفع الكلام ده معاه، لازم يبدأ من المكان هنا تكون في 3، الأولد ستراند تكون 3 عشان هو يبدأ من 5. فهنا لما لقى انه دي 3 الاولد فولد جاها 3، فعادي انه هو يبدا من 5 يعمل طوالي نفس الشيء كوبي ويخليهم يرتبط. لقى هنا منتهيه ب جي يجيب لها سي، ولقى في سي يجيب لها جي، ولقى اي يجيب لها تي، ويستمر في الدايركشن بتاع 5 تو 3. هتواجهه مشكله في السفلى في اللي هي اللي تحت دي، فيها مشكله ليه؟ لان هنا منتهيه بال 5، هو ما يعرف يبدا من 3. لو شوف نشوف الاسهم ما يعرف يبدا كده، ايش يسوي؟ يمسك قطعة قطعة صغيرة، ابدأ من فوق وينزل على تحت، شوف السهم ماشي كيف، السهم من فوق وماشي لتحت، لأنه لازم يبدأ من 5 يروح على 3، فيروح هنا يعمل من 5 ويمشي لـ3، ويبدأ هنا ياخد 5 to 3، وياخد. بس إيش مشكلته؟ حيكون في جابات، يكون عنده جابات، أوكي؟